من ايامنا الحلوه. الف مبروك لكل الاهلاويه، تحقيق لقب جديد، فوز ببطوله جديده، عرض واداء اكثر من رائع. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ليله حمراء بكل ما تحمله الكلمه من معاني. في ابو ظبي كل الشكر طبعا لشعب الامارات الشقيق ولكل المسؤولين في الامارات على المظهر الرائع اللي ظهرت بيه قمه الكره المصريه، السوبر المصري اللي جمع بين الاهلي والزمالك وانتهى بفوز الاهلي بنتيجه 2-0. مكاسب كتير جدا، حدث ولا حرج. امبارح الحقيقه الاهلي قدم درس كبير جدا، وكولر الحقيقه ادى درس الفريرة امبارح من العيار التقيل. مباراه شهدت تالق كل نجوم النادي الاهلي بدون استثناء. مكسب من مكاسب المباراه امبارح سافيو، طبعا برونو سافيو وتسجيله الهدف الاول اللي رد، وانا هتكلم عن الرد النهارده لان انا دايما لما بحب ارد ما بحبش ارد بالكلام، بحب ارد عملي، رد على كل الانتقادات، والانتقادات كانت شديده قوي وكبيره جدا على النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي وعلى جهاز النادي الاهلي وعلى نجوم النادي الاهلي وعلى صفقات النادي الاهلي حتى من قبل ما الموسم يبدا. عشان كده الرد جه في الملعب، لحظات فرحه عاشتها جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده في ملعب المباراه واللي تابعوا، الملايين طبعا اللي تابعوا المباراه خلف الشاشات زي ما انتم شايفين كده، لحظه من اللحظات الفرح. الاهلي يمكن يغيب لكن ما بيتاخرش، البطوله يمكن تبعد لكن مش ممكن ما ترجعش، وده اللي عودنا عليه النادي الاهلي الكبير، يمرض ولا يموت. فقد كان الاهلي بيحقق اول بطوله في الموسم ده مع الحقيقه كميه كبيره جدا من المكاسب من ورا ماتش امبارح. حقيقه يمكن واللحظات اللي انت شايفينها كده امبارح، طبعا ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوه دي، فرحه لعيبه النادي الاهلي ونجومه امبارح. الفرحه الكبيره اللي انتوا شايفينها دي بتتكلم على لقب رقم 12 في بطوله السوبر في تاريخ نادي الاهلي، وبتتكلم على لقب رقم 6 على حساب نادي الزمالك الغريم التقليدي لنادي الاهلي.